أقول بأنه رجال مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية يستحقون منا الإشادة والشكر، وهي ليست مقصورة على منسوب الداخلية، وإنما كذلك تمتد إلى رجال الجمارك. جميل. الذين يقفون خلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية لمراقبة جميع الواردات إلى المملكة العربية السعودية، ونحن نعرف حجم هذه الواردات، وهي واردات كبيرة، ويعني يعجز اللسان عن وصف كبر هذه الواردات، أنه نعتمد على الغذاء والدواء وجميع منتجات إلى في الاستيراد، وهذا يجعل مهمة رجال الجمارك مهمة عظيمة وكبيرة تستحق أن نرفع لها القبعة. نعم دكتور بركة. أما بالنسبة لرجال الأمن المعنيين التابعين لوزارة الداخلية، فهم لا شك يبذلون قصارى جهدهم ويتتبعون الشحنات، يعني تتبع المساك بالذين يهربون ويوزعون هذه النوع من المخدرات عن طريق التسليم المراقب، وهذه تتولى مراقبة الشحنة قبل دخولها إلى أن تصل إلى المورد والمستورد الذي يجب أن ينال عقابه. وإحنا نعرف أن المملكة العربية السعودية أصبحت تعالج المرضى المدمنين المخدرات، لكنها تعاقب المهربين والمروجين وتطبق عليهم أقصى أنواع العقوبات. دكتور بركة، في آخر ضبطية، اسمح لي، في آخر ضبطية، أكثر من 14 مليون حبة كبتاجون، هذه ال 14 مليون ماذا يمكن أن تفعل؟ لا شك بأنها يعني أنا لي تفسير في موضوع ضخامة الكميات التي يتم تهريبها. لا شك بأن هناك ضحايا لهذا النوع من المخدرات ويستعملون هذا النوع من المخدرات، لكنه بدأت هذه الشحنات المهربة والمغشوشة كذلك تؤدي إلى الوفاة فورا بسبب غشها من بأشياء مثل الزجاج وغيره من المواد التي تعرض الإنسان إلى الهلاك، ولكنها بطبيعة الحال يعني تعتبر كميات ضخمة على مستوى، لو تحسبها على متوسط الأفراد 14 مليون يعني تكفي إلى 14 مليون فرد من أفراد المملكة العربية السعودية. وأيضا إلى أين يستمر مداها، مدى تأثير هذه المخدرات، وإلى يعني نحن أمام ربما تقريبا غسل للعقول، ونحن أمام مكافأة يعني حرب شرسة على عقول شباب وشابات المملكة. هو لا شك بأنه انتشار المخدرات في أي مجتمع من المجتمعات يقضي على الفئة العاملة، وهي فئة الشباب الذين للأسف الشديد يسهل اصطيادهم كضحايا للمخدرات، ثم بعد ذلك تجد بأنه لا يصبح همه إلا الحصول على المخدر والقضاء ساعات تحت تأثير المخدر. شكرا جزيلا لك الدكتور بركة الحوشان، أستاذ الإعلام في جامعة نايف للعلوم الأمنية سابقا.